بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا أبناء البنين والبنات، نسميكم المبدعين، وكذلك من يتابعنا من أولياء الأمور، معلمين، مربين، أو من يحب أن يتابع برنامج قادة المستقبل السعداء. أذكركم أن هذه الحلقة تبارك الله الآن طفنا 26 حلقة، وأذكركم أن في عندنا أيضا مقطع لمدة دقيقة، وصلنا 92 مقطع أنزل غالبا يوم الثلاثاء الأربعاء، مهم تشوفون المقاطع الفيديو هذه، كذلك كلها مقصودة في تنمية شخصية أبنائي البنين والبنات. كل حلقة تقريبا في 330 مقطع فيديو بث مباشر، كلهم مرفوعين على قناتي على اليوتيوب. هذه فرصة لكم، خاصة اللي أول مرة ينضمون لنا أو اللي يسألون شلون نحصل هذه الحلقات، كلها إن شاء الله مرفوعة على قناتي على اليوتيوب محمد فهد ثوين، تحطوا الاسم راح تطلع لكم القناة إن شاء الله. موضوعنا اليوم قصة، حلقتنا اليوم أيضا قصيرة عشان صلاة المغرب، وإن شاء الله الأسبوع القادم راح نغير موعد الحلقة، راح يصير الساعة 5:15 إلى تقريبا الساعة 6 حتى يصير بعد صلاة المغرب، وإن شاء الله يكون مناسب لكم. وراح إن شاء الله أذكركم، خل أحطها عندي هني، التذكير بالموعد الساعة 5:15 إن شاء الله من الأسبوع القادم إن شاء الله، حتى ما تقطعنا الصلاة. المهم حياكم الله معانا في موضوعنا اليوم، علمني الصغير، قصة عجيبة غريبة أحداثها خذت لها حوالي يعني من سنتين إلى خذت لها حوالي 13 سنة من المغامرات المؤذية المزعجة اللي فيها حرمان، لكن أنا تعلمت من هذا الولد الصغير كثير. ولهذا اليوم عندي ثلاث محاور رئيسية، حتى يمكن ما عندي وقت أسألكم، فأبيكم تركزون معاي أولادي بناتي أباء الأمهات، ركزوا معاي في موضوع حلقة اليوم يمس بصورة مباشرة كل تفاصيل حياتنا وأنا وياكم. المهم جاتني استشارة من طفل عن طريق طبعا أهل أو عن طريقه، هذا باختصر لأن ما عندي وقت حق التفاصيل الكثيرة، لكن بقول لكم شنو تعلمت من هذا الولد. الولد يشتكي من أبوه، أحرمه طفولته، أحرمه من أهله، ضرب بالعصا من يوم عمره 2 إلى صار عمره 16، حرمان من الطلعة، حرم من المدرسة. تصوروا أب تصل به درجة إيذاء لابنه أنه منع من المدرسة، طلعه ما خلاه يدرس من الابتدائي، ضربه ضرب يومي، حرمان من الخروج واللعب مع الأطفال، حرمان من اللعب داخل البيت، تشتت بين أفراد الأسرة، عند خالته، عند عمته، عند جدته، حرم أن يجلس معه، حرمه أبوه من لقائه حتى لقاء الأبوة. هذا الولد عاش هذا النوع من الإيذاء ومن الظلم والعنف الأسري سنوات، أكثر من 9 سنوات. فالولد يقول لي أبي حل، يعني أنا ما بقول لكم التفاصيل يعني لأنها مزعجة وما تهمني، أنا يهمني أن الولد عاش أكثر من 9 سنوات محروم من أبسط حقوق الطفل، لا يلعب ولا يدرس ولا يتعلم، وينطق وينضرب ويتحاسب ويتعاقب، وإلى أن تلف الولد، ضاع، التحق بصحبة سيئة فوقع في التدخين ووقع في مشاكل. ما بقول التفاصيل حتى لا تنكشف شخصية الولد. ففعلا حيرني، يعني أنا قعدت مع الولد حيرني، شلون أعالج مشكلته؟ أبوه هو اللي مسبب له المشكلة، والأم ما هي قادرة تعالج المشكلة، والعائلة في بينهم مشاكل، فالولد متأذي ما تتصورون من أغلى وأعز الناس عنده اللي هو أبوه. أولادي بناتي قولوا الحمد لله إن عندكم أب طيب كريم يدير باله عليكم، قولوا الحمد لله عندكم أم طيبة كريمة تدير بالها عليكم، قولوا الحمد لله عندكم أخوات وأخوان يخافون عليكم ويحبونكم، قولوا الحمد لله عندكم معلمين، مربين، أخوان، أصحاب، عندكم ناس يحبونكم. هذا الولد كان محروم، والأم ما لها حيلة، مو قادرة تسوي له شيء. فيقول لي شنو الحل؟ حطوا نفسكم مكاني، شنو أقول له؟ أحرض على أبوه؟ هذا أبوه،
الأم هي قادرة تسوي شيء، أسوي مشاكل بين العائلة. ففعلا أنا احترت، فقلت له خلاص وصلت الآن، الحل اللي أشوفه مناسب إن الولد هذا لابد إنه يشتكي، يقدم شكوى على أبوه، لأن ما في حل. يعني كل ما أطرح عليهم حل يقولون ما يصير، صعب، ما نقدر نكلم الجد، نكلم ما في. فقلت ما في إلا نتوجه إلى المخفر. ليش؟ المخفر يبون الأب وينصحونه يوجهونه، لأن وزارة الشؤون زائد وزارة الداخلية هم المسؤولين عن رعاية المجتمع كبير وصغير. يعني أنا بالنسبة لي خلاص، يعني النصائح ما فادت، لم يبقى إلا هذا. فقلت حق الولد الحل يا ولدي إنك تروح تشتكي، فيبون أبوك يقعدونك معه ويحلون مشكلتكم. زعل. هني أنا تعلمت درس، أنا تعلمت درس، وإن كان نصيحتي كانت حقيقة. يعني الولد لو أقول لكم تفاصيل حياته كان خلاص وصل تقريبا إلى المخدرات، ضايع خلاص، وكان يحرق ويؤذى. لكن أول ما قلت له إيش رايك نروح المخفر، تروح وتبلغ على عن وضعك مع الوالد ويحلونها. عادة في المخافر الضباط يعني فاهمين ومدرسينهم يقعدون يحلونها ودي، تحت بند ان ولدك معرض وولدك ممكن يطلع مخدرات كذا، يعني في نصائح. اول ما قلت حق الولد ابيك تشتكي على ابوك في المخفر، على طول من غير تفكير هجم علي، قال لي دكتور في احد يشتكي على ابوه؟ درس، انا تعلمت درس. يا دكتور في احد يشتكي على ابوه؟ هذا الولد الصغير علمني درس. قلت له زين ابوك مو اليست هذه الاذيه جاءت من والدك؟ قال نعم. اللي طلعك من المدرسه ابوك؟ قال نعم. اللي حرمك من حياتك وطفولتك ابوك؟ قال نعم. اللي عنفك وضربك جدول عنده للضرب والايذاء ابوك؟ قال نعم. اللي حرمك من اسرتك وعائلتك وانت تستمتع ابوك؟ قال نعم. اللي هاجرك وهاملك ابوك؟ قال نعم. قلت له طيب ليش ما تشتكي عليه؟ قال في احد يشتكي، هذا ابوي، هذا أبوي، شلون أشتكي عليه؟ يا الله شنو هالولد الصغير هذا، شنو فيه خير؟ تدرون ليش؟ أنا أعرف ليش. الولد هذا صح أبوه سوى كل هذا، لكن الولد كان حافظ القرآن، كان الإيمان عامر قلبه على طفولته، كانت آيات الله عز وجل وكلام الله عز وجل في قلبه، فحرك فيه هذا الإيمان لفظة اسمها أنا أشتكي على أبوي على كل الإيذاء اللي أصابه. أولاد الآن منعمين معززين، عندهم غرف عندهم سيارات يروحون ويلعبون، إذا أبوه قال له لا في كلمة للأسف يعصب وتضايق، كلمة رفض له طلب يطلع طلعة مع أصحابه ولا يبات في مكان ولا يشتري له تليفون جديد، تلاقي الدنيا تقوم ولا تقعد. هذا ولد حرم كل ألف باء جيم حياة، ويقول لي في أحد يشتكي على أبوه يا دكتور؟ لأن القرآن كان في قلبه والإيمان في قلبه، أيضا أخلاقه وأخلاقه نويل، هذا خلق راقي، خلق الوفاء، البر والوفاء كان نزع في نفس هذا الطفل اللي علمني درس. قلت له شنو تتمنى؟ خلصت خلاص الحين الحل خلاص، رفضا قطعيا، ما فيش اسمه شكوى على أبوي في المخفر، لكن داخل العائلة نشوف وسيط، كلم أمه نشوف لنا حل. سألت سؤال وأختم فيه القصة عشان يصير عندي وقت أقول لكم المتعلمين أشكالهم ثلاث مراتب للعلم، لأن أنا تعلمت من صغير، وكل إنسان متعلم وهو معلم في نفس الوقت. هذا الولد الصغير، والله في سؤال وايد خطر يا شيخ، لو في بنت تتعرض للتحرش من عمها وأمها متوفية وهي خايفة تتكلم إيش تسوي؟ لا أنا هذا ارسلي لو سمحتي صاحبة هذا السؤال ارسلي لي على الخاص. بشكل عام أولادي بناتي، أي طفل أي ولد أي بنت يتعرض لتحرش جنسي من أي إنسان قريب ولا بعيد، يجب أن تبلغ أقرب إنسان لك الآن، نصيحة مباشرة. أولادي بناتي أي طفل يتعرض لتحرش جنسي، لمس، تقبيل، كلام، تحريض على فعل، تشتكي الآن عند أقرب إنسان عندك بالعائلة، تروح لأبوك، تروح لأمك، لخالك،
اختك، منو انسان ترتاح له في العائله وفاهم كبير، روح قول له حصل معي واحد اثنين ثلاثه بالتفصيل اربعه خمسه من فلان بالعائله. ما لا تقبلوا، لا تسكتون هذا الامر، ما ولا تبالغون. نقول الحقيقه كما كانت لاقرب انسان. هذا سؤال مباشر، ارد الجواب مباشر على السؤال. الحين ارجع، فسالت الولد اللي رفض انه يشتكي على ابوه، قلت يا ولدي ماذا ترجو؟ شنو تتمنى؟ شنو ترجو؟ شنو تبي؟ خلاص الحين انا مشورتي رفضها، وانا تعلمت منه ان الوفاء والبر اعلى تماما من عذاب الدنيا. الولد كان يتعذب، بس وفاءه وبره اعلى من هذا العذاب. هذا الولد يعلم دروس، يعلمنا كلنا. فقلت له ماذا ترجو؟ تدري شنو قال؟ والله تستغربون على كل ما سوى في ابوه. قال اتمنى، هكذا جملة لكن أنا قسمتها لثلاث أشياء. قال رقم واحد، أبي أروح عند أبوي، أبي يدخلني. هو طبعا أبوه طارده من البيت من عنده، أو مانعه أنه يجي بيته يعني. قال رقم واحد، أبي أروح أعيش عند أبوي، أبي أشوفه. رقم اثنين، أبي يرضى علي. يرضى عليك؟ أنت شنو سويت؟ ما سوي شيء، ما سوي شيء يسوى هذا كله. قال أبي يرضى علي، أبي أروح عنده أشوفه، وأبي يرضى علي أقبل إيدينه ورجليه حتى يرضى علي. شفتوا أولادي بناتي، شفتوا البر والوفاء شلون صاير؟ هذا ولد نفسكم، من نفس جلدتكم، من نفس بلدكم، من نفس حياتكم، لكن عنده خلق، عنده بر، عنده وفاء ما تملكه شخصيات كبيرة في المجتمع، يمكن حتى بدرجة وزير. هذا الطفل يعلمنا كلنا معنى البر والوفاء للوالد والوالدة، حق الكبار اللي أكبر منه علم مكانه. وهذا لازم كلنا نتعلم هذا النوع من التعامل، الوفاء والبر في مجتمعنا، حتى البلد تنهض بأخلاقها. فإذا هذه القصة الحقيقة تعلمت منها البر والوفاء، إن فعلا مهما يا ولدي يا بنتي، مهما جرى عليكم من مواقف تحسون أنها مؤذية أو مزعجة من الوالد أو الوالدة، ليكن بركم لهما ووفاءكما لهما طاعة الله عز وجل أعلى من الأذية اللي تيكم. مثل ما الولد هذا رد علي، رد اكو احد يشتكي على ابوه، اتمنى اشوفه وقعد عنده، اقبل ايديه ورجليه يرضى علي. الله يحفظكم اولادي بناتي، اللي عندها ام وعندها ابو، الولد اللي عنده ام وعنده اب طيبين، حافظوا عليهم، خافوا عليهم، بروهم، احسنوا لهم، وسامحوهم اذا قصروا، فوتوا لهم خيرهم وفضلهم عليكم اكبر بسنين مما تتوقعون. شنو استفيد من هذا الموقف بالإضافة إلى البر؟ العلم. أولادي بناتي، ماكو واحد يقول أنا كبرت ما أتعلم. شو أنا في عمري بشيباتي أتعلم كل يوم، لأن العلم زيادة في القوة، زيادة في النضج، زيادة في الكسب. ولهذا المتعلمين ثلاث مراتب. أولادي بناتي انتبهوا، المتعلمين ثلاثة على ثلاث مراتب: الساعي، رقم اثنين العابر، رقم ثلاثة الغافل. كل هذول متعلمين، كلهم يطلبون علم، لكن واحد بنمط الساعي، واحد بنمط العابر، واحد بنمط الغافل، ثلاثة. فأولادي بناتي، كل إنسان يتعلم يعلم، مثل ما الولد الصغير علمني. انتبهوا بناتي أولادي، انتوا في الوقت اللي تتعلمون فيه قاعدين تعلمون كذلك فيه. فكل ولد يتعلم من أبوه ويعلم أبوه، كل بنت تتعلم من أمها وتعلم أمها، والعكس صحيح مع الأباء، البنات والبنين في البيت الواحد واحد. الصاحب يتعلم من صاحبه ويعلمه، المدرس يعلم ويتعلم من طلبته. اللي عنده هذه العقلية أنه يتعلم ويعلم، هذا إنسان راقي أولادي بناتي، هذا إنسان راقي. طيب ما الفرق بين المتعلم الساعي والمتعلم العابر والمتعلم الغافل؟ شو الفرق بينهم يا دكتور ثويني؟ أحنا أقول لكم، المتعلم الساعي هو الذي يذهب يتحرك بنفسه لكسب المعلومة، يقرأ، يتابع برامج، يفتح كتاب، يسأل، يستفسر، يحضر جلسات العلم، يحضر الاستماع للعلم. هذا نسميه الساعي، هو الذي يبحث عن المعلومة.
وهذا أعلى وأرقى نوع، هذا أحسن واحد يتعلم، وانتبهوا معاي، وأحسن واحد يعلم. الساعي المتعلم الساعي الذي يخصص في جدوله، يخصص في جدوله ساعات للاطلاع والقراءة والاستماع والمشاهدة والمتابعة، مش أفلام كرتون أنيمي وأنيميشن، لا هذا يسلي ما يعلم وممكن يضيع. لا، المكتبة، المراكز، أرجل العلماء، كراسي العلماء، يسعى للتعلم، مش الأفلام والمسارح والسينمات والأن... لا لا لا، المتعلم الساعي هو الذي يصاحب الكتاب ويصاحب العالم، فهو أحسن من يتعلم وأحسن من يعلم. مثل الولد، الولد اللي علمني ليش ضرب لنا مثل نموذجي في البر والوفاء للوالدين، لأنه تعلم القرآن، ولهذا لما يتكلم يتكلم بما في نفسه من الكتاب الحكيم، فكان بارا وفيا وهو طفل لأنه تعلم القرآن. ففي أعلى من القرآن، تعلم أعلى العلم، فكان أحسن معلم. وأنا تعلمت منه، أنا صاحب الدكتوراه تعلمت من طفل في مرحلة الإعدادية أو في آخر الابتدائية. لماذا؟ لأنه حمل في نفسه أعلى العلم وهو كلام الله عز وجل القرآن الكريم. أولادي بناتي، إذا تبون تصيرون أحسن الناس فتعلموا بنظام الساعي، ابحثوا عن المعلومة الصحيحة الموثوقة من مصدرها، من العلم، من صاحب العلم، من العالم، من المؤلف، اتصل، احضر، اقرأ بمعرفة الوالد والوالدة. طبعا دائما نستشير الوالد والوالدة في مثل هذا الموضوع. النمط الثاني قبل ما يأذن، ما بقى شيء على ذا المغرب، أدري أن حلقتنا قصيرة، الله يحفظكم ويبارك فيكم، بس هي لنا هذا الوقت. إن شاء الله الأسبوع القادم الحلقة الساعة 5:15 بعد صلاة المغرب، فنحضرها كلنا إن شاء الله مع بعض وتصير فيها وقت أطول. 5:15 إن شاء الله الأسبوع القادم. المهم نكمل. النوع الثاني العابر. منو العابر؟ هذا اللي إذا كان في موقف في تعلم تعلم، يعني مثلا يطلع ويروح مع ربعه ويلعب، مر المسجد ولا في شيخ قاعد يعطي خاطرة، قاعد يسمع الخاطرة أو الدرس فتعلم. قاعدين في المجلس ولا حضر ضيف، والضيف هذا متخصص في الطب، في الهندسة، في الأدب، في العلم، في الفنون، فسأله وتعلم منه. مثل اللي عابر، يعني على العبور، على الماشي، إذا حصل موقف تعلم، ما حصل ما يتعلم. وللأسف كثير من الناس من هذا النمط، يتعلم من غير ما يكون حاط وقت خاص، يتعلم إذا حصل، إذا شاف، لكنه لا يسعى جاهدا مخططا للتعلم. يقول أنا إذا شفت دكتور ثواني بسأله. طيب اسأل الآن، اكتب سؤالك، ادخل في تطبيق الحقوني، ادخل في تطبيق الحقوني وسجل. تطبيق الحقوني كلكم تعرفونها، حين أحط لكم إياه، تطبيق الحقوني اللي بيسألني يدخل الحقوني من غير ما تسألني، ادخل تطبيق الحقوني. أنا حاط حوالي 120 سؤال وجواب، ادخل تعلم، حاط كتب اقرأوها مجانية حتى، لأن في استشارات برسوم، لكن أنا حاط لكم أشياء مجانية، قواعد حوالي 200 قاعدة، ادخلوا اقرأوا. فتبي دكتور ثويني ليش تنطر لما تشوفه بعد شهر شهرين سنة؟ الآن ادخل وتعلم. إذن ما شاء الله، الله أكبر، الله أكبر. إذن النمط الثاني نسميه المتعلم العابر، فهو نص ونص، إذا حصل له حصلت فرصة تعلم. النوع الثالث والأخير وأختم عشان نلحق على صلاة المغرب كلنا، الغافل. هذا الذي يتعلم ما لا ينفعه، يتعلم الأشياء اللي ما تفيده. يقرأ روايات، يقرأ روايات، زين، رواية فيها دراما، فيها تمثيل، ضحك بكى انتهت، شنو فارت؟ ماكو شيء. يتابع كرتون أنمي ما أنيميشن ما لي أعمالها، شنو استفاد؟ ولا شيء، بس يقلدهم بالشكل وكذا. يحضر أفلام يقول لك ما يستفيد شيء. فالمتعلم الغافل يقرأ، يتابع برامج، يتابع كرتون، يتابع أشياء، ما المردود اللي عليه؟ ولا شيء. فهو متعلم لكن غافل. ليش؟ لأن المعلومات اللي عنده حافظ. مثلا بعض الأولاد حافظين اللاعبين الرياضيين، لاعبين كرة القدم بالعالم كله، حافظ أساميهم، يعرف كم رواتبهم،
يعرف مدخولهم، يعرف انحرافاتهم، يعرف زوجاتهم كم منو اللي متزوج، يعرف عياله. شو تفيدك المعلومة فيه؟ ولا شيء. كمية كبيرة من المعلومات والإحصائيات كلها لا تنفع شيء، مثل الهوى. هذا متعلم لكنه غافل، لأنه تعلم ما لا ينفعه. فإذا أولادي بناتي، إحنا عندنا ثلاث مراتب. أعلاها السعي، أنا أخطط للتعلم، للقراءة، للإطلاع، للمتابعة، وأسأل السؤال اللي ينفعني في حياتي على قياسي، على حسب عمري، حسب حياتي. هذا أحسن نمط وأنصحكم تتعلمونه. أما الثاني العابر فهذا نص ونص، ساعة يتعلم اللي ما ينفع، إذا حصل تعلم فهذا يكون نص نص. شنو معناتها؟ أنه متعلم جيد وأحيانا يعلم. الساعي يتعلم ويعلم دائما، وأحسن متعلم مثل الولد اللي علمني في كلامه عن والده. الأخير الغافل، احذروا من الغافل الذي يتعلم ما لا ينفعه. أغاني، شعر يحافظ، غزلي ما له قيمة، متابعة أفلام، مسلسلات، أنمي، مدري شنو، هذا مسارح، سينمات، هذا ليس علم نافع، هذا علم غير نافع. فهذه غفلة. ويا أولادي يا بناتي، الله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيا أولادي يا بناتي، تعلموا العلم الذي ينفعكم ويزيدكم خيرا وفضلا وقوة، مثل الولد في قصتنا اليوم اللي الله حفظه لأنه تعلم القرآن، فبر والده وكان معه وفيا. والحمد لله، بشركم إن صلح حالهم بعدين، وربي ثبتنا وياكم على الخير، ويجعلنا بارين محسنين أوفياء مع الأولاد، مع أولياء أمورنا، خاصة الوالد والوالدة. بارك الله فيكم وإزاكم الله خير. خلصت حلقتنا اليوم ما شاء الله بسرعة عشان نلحق على صلاة المغرب. وأذكركم، الله يحفظكم ويبارك فيكم، كل الحلقات مسجلة على اليوتيوب، فتابعوها لمن فاته بداية هذه الحلقة. أسبوع القادم الساعة 5:15 توقيت مكة المكرمة، توقيت الكويت، ألقاكم على خير. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.